السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ مبسوطين مستانسين؟ أخوكم ركان قناتهم جيم سنتر، حلقة جديدة جيم بلاي جديد توتال وور وور هامر الاستراتيجية. إيش إضافة؟ مدري إضافة؟ لا ما في إضافة. الوحوش الخضر جرين سكينز يسمونهم، الأوركس بعض الناس يسمونهم، سميهم اللي تسميهم. المهم أنه هذه الحلقة رقم 17 أو 16 والله ما أنا متأكد. نكمل مشوار. طبعا تقريبا خلاص تم دعس الدورف، بقي لهم مدينتين في اقصى الغرب. بدأنا الحين نطخطخ المصاصين الدماء او الفامبايرز او الاحياء الاموات، سميهم اللي تسميهم برضو، هذا شيء راجع لك. الزبد ان جنودهم يعني زومبيز احياء اموات، القادة حقونهم مصاصين دماء، تحكمون فيهم وزي كذا. الوضع مو مرة حلو في الجهة ذي، قاعد أحاول إني ما أخسر أي مدن أو أي شيء، وأحرز تقدم في الجهة هذه. مبدئياً أعتقد إني راح أخسر هذه المدينة، وما عندي مشكلة فيها، هم حيحرقوها يعني، كذا كذا حيحرقوها. هقدر أرجعها من جديد، أبنيها من جديد، وأقدر أبني ذي بعد وذي وذي، لأن هذه كلها مدن دورف، هم هاجموا دورف، وتحس إن هجمتهم جت في وقت استراتيجي. على نهاية الطاخطيخ بينه وبين دورف، شعب دورف الأساسي. فعندي مدن محروقة برضه، عندي اللي هي المدينة ذي، وعندي هذه محروقة، حرقها السبك دورف، لكن بإذن الله عندي هذه بعد محروقة، عاد هذه محروقة من أول. بس الزبد إنه يعني حتى في هجم من هنا جاي، ما أدري إيش تبغى، 5 وحدات دورف جايين يبغون يسوون مشاكل، ما أدري إيش، ما ادري اذا جيش الواق يعني بيلحق عليهم او لا. اوكي، هل راح يقدر يوقفهم او لا؟ ما ادري والله، لكن واضح انه ما بيستسلم بسهوله يعني. اوكي، نكمل التورن. اعزائي المشاهدين، هذا كانت مراجعه سريعه الحلقه اللي راحت. التورن هذا تقريبا ما عندنا اي شيء نقدر نسويه. عندنا طبعا الامباير اضخم قوه عسكريه حاليا، وبعدها يجي الفامباير مصاصين دماء، وبعدها انا. طبعا هذه القوات المكتشفة، هذه القوات المكتشفة إلى الآن يعني. هذا طبعا جيش الواق قرب، هذا قرر إنه يحارب الجيش ذا، بخش المعركة ولا ما لها داعي. عندهم مقلاة، عندهم أبو فاس، إيش المعركة؟ هم عندهم مقلاة، مقلاة ما راح يسوي شيء، لكن ملكهم سبق، تحس كذا ما أدري إيش يبغى بالعربي، بيخرب الببليك أوردر هنا. وينكد علينا، فبحاول ادخل وجلدهم. عندنا البيج انز، الاورك بيج انز هذول عندهم ارمر ممتاز، الاورك بويز بخليهم يسوون دمج، وبحداتهم درعها عالي، والملك الحال ذا حقهم يقدر يفرشنا كلنا يعني، ملكهم مرة قوي. لكن بنحاول ننقص عددهم على الاقل. راح نركز يعني على الملك، نحاول ندمج الملك قد ما نقدر، ولو انه احس التركيز ذا غبي، احس انه نركز على الوحدات حقتهم افضل من نركز على الملك. الموضوع مو بيدك، يا تركز على ذا يا على ذا، المهم لازم نركز على وحدة معينة نجلدها، ومن بعدها نجلد باقي الوحدات. طبعا التشكيلة ذي ممتازة. نتقدم، بريتم بطيء، ما له داعي نسرع، نسرع الوقت اذا نبغى، بس ما نبغى نتعب الوحدات، فنمشيها يعني على رتم بطيء جدا. لا خلينا نسرعهم عشان المقلاع، شوف المقلاع حقهم سبحان الله، هنا يسوي دمج، ولما ندخل المعركة ما يجيب ولا واحدة صح، هنا يدمج. والله كم مرة دخلت معركة والله ما ذبح زي بالطريقة ذي، ما قد ذبح صراحة. مش ذا من ذبح واحدة شال يمكن ثلث الوحدة، دمار. شوف والرماة ما شالوا ولا واحدة من أول طلقة. طبعا بخلي الرماة يضربون الجنرال حقهم.
طبعا. والله ضربة مصوبة صح. يا رجل. طبعا الملك ما في امل ندمجه. شوف الدم حق الملك بس، شوف دم الملك 5000 يا رجل، كيف الحال؟ ما منها اي معنى المعركة. ما لها اي معنى طبعا، مبالغين في دم الملك. هذا يمكن اكبر او اكثر دم ملك في اللعبة اعتقد، يعني دمه تقريبا حول 5000. لا وعنده ارمر، يعني صعب انك تنزل الدم ذا بسهولة، عنده ارمر عالي جدا، مبالغين جدا في هذا الشيء. وودنا يعني ينرفون الملك حقهم تنريف، يعني ينرفوه يعني يقللون قوته شوي. طبعا هو اخذ المدينة ذي، بس جاي في جيش واق جاي عليه، في تمرد هنا، حالة تمرد قاعد يصير في الجهة ذي من الفامبايرز مصاصين دماء. The disappear the population one of your settlements is gradually vanished one certain noise. طيب في يعني بسبب اني خسرت كاراك ازقال، وشو طاح البابلك اوردر بسبب العلة ذا، هجمة العلة ذا. هذا شيء يعني غصبا عننا ما راح نقدر نتحكم فيه. لا خلي الفلوس. هذا الجيش شو وضع امه؟ حلو، جيشنا هنا اخذ المدينة ذي اللي يعني مفروض يكون فيها مبنى خاص. تمام، طيب خلاص الحين الجيش هذا ما راح نجي نوصل. اوف ايش الجيش اللي فيه ذي، الراس بالهبل والله. حرب، معارك، مشاكل، طاخ طيخ. في ديسيسف فيكتوري، ايوه طيب. عزيم شديد، في حالة تمرد هنا مثل ما قلت لكم، هذا مدينة لا زالت محاصرة. طلع جيش انقلابيين، اما بعد مصاصين دماء امحق من الكياس، من الخراب اللي قاعد يصير اللي هو الكوربشن حقة المصاصين دماء. فطلع انقلابيين مصاصين دماء. طيب هذا الجيش هو اللي نبي نبنيه، ويبغانا نبنيه بسرعة. بسرعة بقوة بعد. فلوسنا هي اوكي، فلوس ما في. يبغى لنا معركة زي مش دين نزرف فيها زرفة قوية كذا. علة العلل ذا جاي هنا. كله بيطير أم المدينة دي. جحفني والله، جيت هنا حس بيجي هنا جاء هناك. طيب طيب ايش بعد من تحركات عندنا؟
وهذا نهمل نحمي الجهة العلوية ونهمل ال درعم طبعا احنا. والله ما ادري اذا هذا بيقدر ياخذ المدينة ذي او لا، عشان كذا جايب الجيش ذا انا. طيب طيب هذا والله ما ادري ايش فايدة امه، بس خله هنا. نشوف ايش نقدر نسوي، نبي ننهي على الدوارف بسرعة عشان نقدر نواجه الفامباير. هذا الجيش قمت والده خليته ينحاش هناك، قاعد يلعب حبشة معي، فانا بنطب عليه ونقضي عليه بجيش الواق. طبعا هو كل مرة يجي هنا ويرجع هناك، يعني يلعب معي حبشة. And the dark moon glare. Your warrior range deep into hostile lands, but all is not well. There are dark omens abroad, as if the shadow of some horned god was watching from the evil moon above. The army is fettered by miserable glare. Improve omens, ولا do nothing. إذا ما سويت شيء. Can be seen anybody looking to the night sky. Who says it's the omen? Aim solely at them. يقولون يعني انه احنا دخلنا في اراضي العدو، يتكلمون على جيش الدورف، الجيش اللي داخل في اراضي الدورف، ويقول انه في شر يطالعنا من السماء ومدري ايش، والهة الشر والخرافات حقهم ذي. فيقول هل اطنشهم واقول لهم لا هذه خرافات ما في اي احد قاعد يطالعنا والامور تمام، ولا احسن سمعتنا واقول لهم لا تخافون ادفع 1500 والمدة 3 ترنات بيجيني ليدرشيب، ولا لكل الجيوش 6. ما عندك مشكلة، ما نبغى نخاطر، ناقصنا مشاكل احنا مو ناقصنا. وخصوصا الولاء هذا نحتاجه صراحة قدام ال نشوف هذا نقدر على ذا. خلي جيش الواق يجي ولا نمسحهم الحين وخلاص، نستفيد من فلوس نستفيد من تور. عندهم جيوش والله. ممكن جيج مدري ايش دندرين نهيل وخلاص. عندهم هذه وحدة قوية شوي، عندنا كل البانرز. طبعا كباي الحين جاء فيها الوحدات الجديدة اللي هي مفروض تكون سافج يونتس، اللي هي ذي اورك سافج اورك جاذرينج، وهذا اللي بنبنيه الثكنات السافجز المتوحشة. اوكي الببليك اوردر هنا شويتين طايح. الجيش هذا بنحط له علامة والله ما ادري هذا الجيش وين الواقع حق. اوكي طيب هذا الجيش وينك؟ حلو خليه يروح عند خويه. هذول يخليهم يهيلون ايش؟ قلنا ما نبي نضيع وقت. نخلص المعركة ابو كلب ذي. نعطيهم طبعا دمج اكثر للوحدات صراحة، لانه حس يعني او هيلث زيادة للجنرال والله ما ادري، نعطيهم دمج زيادة للوحدات افضل. نزيد الدمج عند الاوركس، احس الدمج ابو كلب. عندنا 13000 صرفناه من المعركة، بنستغل ام الفلوس ذي في تطوير يعني الوقفة حقتنا هنا. هذا البوست انت ليش ما يمدينا نطوره؟ لازم مركز رئيسي المستوى الثالث. اوكي هنا انا بنرفع ذا طبعا عشان الدخل، دائما نحاول الدخل يكون مرتفع. ها
هذا الجيش قاعد ينقص دمه أكثر وأكثر الغبي، إنه هذا الأراضي ما هي أراضي فامباير، هذه أراضي بشر، وكذا كذا قاعد ينقص الدم حقه. أنا على طول أجي هب هنا الجيش هذا حق الواقع يطب عليه، أتوقع التورن الجاي ممكن يطلع جنود، لا بس جنودي بهينون. أوكي، ومنها طور الجنود، طور المكان يعني. عندنا بوستنت، وش نقدر نبني زيادة؟ نقدر نبني سور في المنطقة دي، نقدر نبني دي الولف دن او البور سكاي، طلعنا اورك بور بويز اللي حقيقة رهيبين، لان الدم حقهم قوي مرة يعني صعب يموتون، 4500 الدم حقهم. اوكي، which is يعني huge. وبرضه بدنا نمشي على ذي. هنا حسين عندك تشيريوتس ابو كلب، صراحة الاورك بويز ابو كلب، انا اعرفهم انه ابو كلب، اي نو ذم يعني، ابو كلب ابو كلب. او ممكن اقول لا مع نفس ام المبنى ذا، خلنا نبني شيء يجيب فلوس او جروث مثلا زي هذا، نمو عشان يوصل السبرس اعلى من كذا. هنا ممكن نطور مركز الرئيسي منه يعطينا دخل زيادة ونمو زيادة، او ممكن اقول المنطقة ذي كفاية خلاص، خلينا نجي نشوف هنا وش نسوي. نبي نطور بوستن طبعا عشان بابلك اورد، المنطقة ذي لسه الجيش ما وصلها. متى حيوصلها الجيش؟ حيوصلها الحين، لانه شكل المدينة ذي خلاص بتروح، وقلنا 8 ترنات لين تروح، وفي جيوش كثيرة تقريبا صعبة واجهها كلها. لكن ان شاء الله ما في شيء بيصعب علينا. ممكن اجيب الجيش ذا هنا نكبس على امهم، شايف كيف؟ شوف مسافة المشي حقه قديش، عشان نخليه شارك بمعركة. والله ما ادري صراحة، حيران. خلنا نجي هنا منا نهيل ونرفع بابل كاردر اكثر واكثر. ممكن اطلع جنود هنا، ما عندي فلوس صح، كان عندي استبدل جنود ذي. اوكي طيب، على العموم الجيش هذا حيروح فيها. هذا كم الخبرة حقه؟ اوه صار ليفل 7. هو قاعد كل ما يجلس هنا بدون ما يحارب يدعس اكثر، لو جاء هجم على المدينة دي فيها حراس ما راح يقدر يسوي شيء، لكن لازم نقضي عليه بسرعة عشان لا يزيد الكوربشن. طيب تقارير، توقع ذات ست. عندك شيء ثاني ممكن تسويه؟ ما تقدر. طيب فالمدينة اللي فوق ذيك خلاص يعني طز فيها، ابغاهم يجون، خليهم يحرقونه، خليهم يجون عندي، اصلا طفشت منها ذيك المدينة اللي فوق. واخيرا بياخذها، خليه ياخذها كلوز ديفيت بعد يعني بالقوة اخذها، بس لانه عنده جيشين قدر ياخذها، لو جيش واحد اشك في ذلك. طبعا وورير اوف كياس بدأوا يتقدمون اكثر، بس مو علي، وورير اوف كياس هيحاربون الامباير في البداية، هذا حسب القصة هيحاربون الامباير. طبعا جرين سكنز انت عارف السبك ذا ما راح يجيب البر، حيخلي الجيش هذا يتمرد علينا اكثر، وهذا اللي كنت خايف منه. طيب 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 بسيطة، اعليه ما عليه. انا اتعامل مع الجيش ذا بالجيش ذا، جيش الواق كان فاشل جدا، حيضيع لي وقت صراحة. المنطقة ذي ما اقدر اطلع الجيش ذا منها،
بسبب انه البابلك هذا طايح شوي. لكن خليه جالس نشوف وش الوحدات نقدر نطلعها بعدين. نحتاج تورنين هنا. عندي population surplus يمديني اطور مبنى جديد. نبغى مبنى ترولز، عندنا مبنى ترولز، عندنا مبنى جروث، عندنا مبنى جروث. طيب ايش نبغى؟ السور صراحة، السور هذا لازم نطوره بس مو الحين. ديتش هذا بالنسبة لجهتي. هذا منطقة طبعا رغم انه ما فيها جيش الا اننا مسيطرين عليها بالكامل، بابل كارد مرتفع فيها، وضعنا ممتاز، بس ما عندنا مبنى الجروث اللي اتوقع نحتاجه صراحة. شايفين كيف الجيش؟ الغبي مات بدون ما اطب عليه. فبنطب عليه الحين الجيش هذا ونمحيه. طبعا ودنا نخش ضدهم. كان ودي اسوي اوتو ريسولف، لكن صراحة مو بس ودي اشوف كيف الفامباير. يمكن هذه اول معركة فامباير عزيزي شديد، اول مرة نتحارب صح بالسلسلة ضد المصاصين دماء. ودي انكم تشوفون وحدات بس، ولا كان سويت الاوتو ريسولف انها اتفه من التافه. المعركة ذي حتضيع وقت شوي من الحلقة، لكن مخلص بسرعة، مشي الوقت ان شاء الله. بس ودنا نوريكم هذا. ماتوا طبعا من ايش؟ اعتقد جيش الواق هجمهم او هم ماتوا. وهذا الارجح من حالهم، لانه المنطقه ذي ما تناسبهم يعني. عشان كذا انا خليتهم فوق يحرقون المدينه ذيك. ما ادري يمكن ما حرقوها، بس زرفوها بالجيشين حقتهم الاساسيه. دخول الفامباير عليك بهذل لهم هم يعني، اوكي هم اغبياء. فنستغل غباء الكمبيوتر ونشيل الجيوش الثلاثه. هذا واحد من الجيوش الثلاثه، في جيشين فوق الجبهة نمسحها، بعدين نطب طير المدن كلها قبل ما يطلع جيش ثاني. اوكي طبعا تضاريس المعركة ذي غريبة نوعا ما، لكن ما عندنا مشكلة بنهلكهم. نهلكهم بالرماة. احنا نستغل المكان المرتفع ذا لانه الرماة مفيدين لنا بالمكان المرتفع، الا اذا هم قرروا يبعدون زي المنوب، بس ما اعتقد. كل اللي كنت بوريكم اياه هو شكل الوحدات حقتهم عزيزي شديد. مصاصين دماء، عندهم زومبيز، وعندهم زومبيز مدرعين شوي، وهذا جنرال السبك الساحر. في طريقة اسوي زوم ان بس ما ادري كيف. هذه الكلاب حقتهم، خلهم يتبهذلون. طيب ننتبه لوحداتنا. طبعا الكلاب نجيب لهم الترولز ينزلون عليهم نزل انهيار. الرماة خلهم وضعيتهم زي ما هي. الجنرال حقي، انتم ما شفتوا الجنرال التنين ولا شفتوه؟ صح شفتوه معركة التنين، فالوضع بالسمتيك. جاك جاك ترول يا حبيبي جاك. جاك جاك يا حبيبي. وحوش مع وحوش. بيلحقهم الجنرال، بيلحق الخفافيش. وحدة الكلاب بنشيلها بالسيوف، سيوف حقة الرماة. بعدين نرجع السيوف. قضينا عليهم قضاي. نجيب الوحدات هذه والترولز نخليهم حقون ايش الالتفاف يعني. الرماة بدأوا يرمون على هذولا.
لا تطرقون لا تطرقون خلاص. حلاوة الترولز الالتفاف يسموها ايش؟ فلانك، تسوي فلانك. نحمي اخويانا ياخذون راحتهم ذي عشان ما يخشون عليهم من ورا، نخش عليهم بالوحدة ذي والوحدة هذه. عندنا الساحر طبعا الشامان، خليه يعطيه دمج زيادة الوحدات هذه، هذا يقلل الدمج حقهم. وهذه طلقة من بعيد على الوحدة ذي، التفينا على الوحدة ذي. خلنا نجيب الجنرال شوية يلتهم له الجنرال حقهم، او اللي ما ادري وين جنرالهم اصلا. خلنا نجيبه هنا نعطيهم شوية ولاء. الساحر قرب شوية، نبغاه يضرب الوحدة ذي. ايوه خلص الترلز، خلص عظام يعني، ايش بتكسر عظام، كسر العظام بس. فسهلين جدا نصين دماء. على فكرة انا جربت في معركة يعني كاستم باتل يسمونها، معركة معدة مسبقا، سويت معركة بين اقوى جيوش الوحوش الخضر والكياس وورير محاربين الدمار، ودعستهم بدون اي صعوبة. فهم الوحدات هذه يعني، خلينا نهيل. طبعا هذه وش معناها؟ هذا عزام شديد معناها هجمة مرتدة لأراضي الفامبايرز. حقيقة حاليا ما بدنا ندخل ضد أراضي الفامبايرز لأنه في هذه الشعوب واقفين. فا يعني اللي ودي أسويه، ودي أسوي مهمة هذه. المهمة هذه صعبة شوي لأنه فيها جيوش قوية، هذه مو قوية، هذه كلها سهلة. كروس بوي قوية شوي من عين جدف، يعني عندهم لو تلاحظ مسافتهم 155 والدمج حقهم يعني مو مرة اوكي. لكن هذه علة ذي، هذه الوحدات قوية. هذه وش ذي؟ ارمور بيسنج مسايلز مدري ايش، يعني مقاليع سحرية ودبابة حربية. ابن امك تدمجها، هيلثها 5000 والارمور حقها كم؟ الميلي ديفنس، لا مو الميلي ديفنس يسمونها مين؟ ارمور 160 يا حبيبي. دايم ما عندك تدمرها ذي. فهذه معركة قوية. لا وفي بعد رينفورسمنت اكسبكتد، تعزيزات متوقعة. فهذه مهمة صعبة بس جوائزها، جوائزها رهيبة. بيعطيك سلاح او الجيت سينك او مهارة، اتوقع سلاح بيعطيه خاص لجريم جور ايرون هايد، وخبرة لجريم جور ايرون هايد. فهذه مهمة بخليها بعدين مؤقتا يعني. هذه طبعا المملكة حقتي الى الان توسعنا. هذا مو مرة مبسوط مني البوردر برنسز، ودي اذبحه. طبعا مو صعب، ما هو صعب ابد يعني، دعس الرجال ذا، ولكن يعني برضه ما هو سهل يعني. هذا كسب خبرة، الجنرال كسب خبرة ذا. عنده ارمر، عنده تاليزمان، ماجيك ريزيست، باوند سبيل، باور اوف الاكسبلوجن، خلنا نعطيه هذه. عنده تنين المهارة، خلنا نطور له شيء اوريدي موجود اللي هو الدم، مطورينه من اول. نعطيه ديدي بليد ولا لسه ما نعطيه؟ والله ودي اطورها كلها صراحة، كلها حلوة. بس مبدئيا خلينا نعطيه ايش؟ دمج او ولاء. والله ما ادري. تشوبا ويبن سترينث لنفس الجنرال، هنطور دم الجنرال خليه فل يعني. خلنا نطور هذا البوست اللي عندنا، بوستنت عندنا المركز الثاني. طيب نطور هذه مهم انك تطورها دائما، الهيد الهيب اوف شاني ستاف، اشياء موجودة كنز يعني، يعطيك زيادة في الدخل. مهم جدا انك تطور الكنز هذا دائما وابدا. حلوين عزام شديد، حلوين.
طيب قبل ما ننهي التور خل نروح نتجهز للسبك ذا. ندخل هنا ونتجهز لقدوم مصاصين دماء اللي ما دمروا المدينة وإنما زرفوها بس، وجيشهم رايح الأساسي. وهذا وش معناها؟ معناته فرصتنا. نقدم الجاسوس ونهجم، اوكي لازم نهجم الحين ونطلع زيادة هذا الجيش حيكون من اقوى الجيوش اعزائي المشاهدين. حبنيه على روقان يعني ما راح استعجل فيه. حاط فيه اثنين انا بلاك اوركس وحزيد بلاك اوركس غالين ومكلفين بس انه ايش بيزبطون وضعي بعدين راح يضبطون الوضع. فما راح اطلع الاورك بويز نهائيا يعني، حطلع ايش نايت جوبلنز ونايت جوبلنز الفاناتكس اقوى مقارنة بينه وبين هذي يعني. الفاناتكس ما راح اطلعهم. لما نطلع بلاك اوركس و البيج انز بس يعني بيج انز يا دوب لما نطلع ثلاث وحدات ترولز يعني وحدتين زيادة وحدتين زيادة بلاك اوركس اللي هي الوحدات اللي مدرعة زي ما يقولون. شوف هلثها 6500 والارمر 110 ابن امك تذبح بلاك اوركس. اعتقد اربع بلاك اوركس حيسوون جنان ازرق لمصاصين دماء ولاي واحد يقابلهم يعني ما راح يذبحون بالراحة حيتعبون معاهم يعني. واحنا حنتعب مع ملك العلة ذا لكن باذن الله جايبين له جنرال ذا او الجيش هذا حق الواق. حتى ودي اطلع من هنا بس لا نهيل ونمسك نفسنا ونطلع بعدين.